تظاهرة تلو تظاهرة ينظمها الخريجون في العراق رفضا لما آلت إليه أوضاعهم بعد فشل المؤسسات الحكومية في استيعابهم. خريجو كلية العلوم بجامعة البصرة جددوا تظاهراتهم للمطالبة بإيجاد حلول لقضيتهم المتعلقة بالتوظيف أسوة بخريجي كلية الهندسة. احنا خريجين كليات العلوم، أقسامنا معروفة، أقسام نفطية بحتة مختصة بالنفط، يعني ما لنا أي اختصاصات ثانوية غير النفط. احنا نعرف كلش زين الشركات النفطية مليئة بالبصرة، والغازات السامة مملوءة بالبصرة، بجو البصرة، حصتنا بس الغازات السامة والعمال اللي كسرت ظهور الشباب الخريجين. اليوم ما نشوف أي استجابة، مجرد وعود وكلها وعود كاذبة. عدة واسطة جاي يتعين، أبو الثالث متوسط وسادس ابتدائي عنده وظيفة، بينما احنا خريجين تشلعت عيوننا حتى جبنا الشهادة قاعدين لا تعين لا بالقطاع الخاص ولا بالقطاع الحكومي. ويؤكد المتظاهرون أنهم يطالبون وزارة النفط منذ 3 سنوات للاستجابة لهم عبر تخصيص درجات وظيفية على ملاك شركة نفط البصرة دون أن يجدوا أي صدى لمطالبهم. نطالب بحق بسيط هو من حقوقنا اللي مفروض الدولة موفرته أساسا، اللي هو حق التعيين، حق العمل، لأن كل الناس اللي هنا موجودة ناس أصحاب عوائل وناس وراها التزامات ومسؤوليات. حيث أن وزير النفط في السابق أعطاني وعد بسنة 21 على فتح استمارة العلوميين بعد استكمال تشغيل التخصصات الهندسية. اليوم تم فتح استمارة 6000 مهندس تم تعيينهم، وكذلك تم استثناء قسم العتم في محافظة البصرة. احنا اليوم مطالبنا، طبعا كل شخص ينطونا حقه بالعراق هو اقل من استحقاقه. لا يحظى العراقيون بادنى حقوقهم، واذا طالبوا بها لا احد يستجيب. ينعم السراق بثروات البلد تاركين شبابه يجوبون الطرقات بحثا عن حقهم المسلوب الذي لا بد ان ينتزع مهما طال الزمان.